لعبها بلاك احنا في أحبتنا في كل مكان، أرحب فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم الكرة أهداف. تبقى أهداف عالقة في الذهن في حقب مختلفة من عمر الرياضة الكويتية أو حتى الخليجية. فرحنا بها كثيرا، حزننا فيها كثيرا عند الخسارة، الفرح عند الفوز. هكذا هي عالم كرة القدم، وهكذا هي الحياة، فرح وحزن. سنبقى معكم بإذن الله تعالى في الكرة أهداف. بعد الفاصل سنبدأ المشوار. خليجي 15/2002 في الرياض، لعب السعودية والبحرين، وكان مدرب السعودية ناصر الجوهر، وكان الجمهور السعودي يقول يا هلا يا هلا يا ناصر تشجيعا لهذا المدرب. وناصر الجوهر طبعا كما تعرفون كان كابتن منتخب السعودية في خليجي 3 في الكويت عام 1974، وعاد مدربا متوهجا. يا هلا يا هلا يا ناصر، دعونا نشاهد. حسين راشد، خالد الدوسري، مقطوعة سريعة منتخبنا، برافو سامي. شوف شوف اللاعب لما يكون يفكر بعقله يلعب بعقله، تلعب لي لعب على جمعة تلاقي صح داخل منطقة داخل منطقة، يلا حطها يلا حطها يلا، هي دي هي دي تلعب هي دي هي دي. الجمعان خطير ومرعب، الجمعان مرة أخرى ينقلها سريعة اليوم ودخل منطقة الجزاء. في وسط الملعب للمنتخب البحريني اللي يبادر لبناء الهجمات، وخطيره الكره هذه تلعب خطيره خطيره في المرمى في المرمى جول في المرمى جول، وانا بقول خطيره لانه كسب المرمى امامه ويسجل 9 في المرمى اللي هو راس جمال، الهدف الاول للمنتخب البحريني. راس جمال يسجل في المرمى وان
كسف المرمى تماما من العمق. شوف شوف بدايه الكره هنا، شوف الثغره اللي كانت موجوده اهي اهي اهي، هنا الثغره، هنا التغطيه كانت ضعيفه جدا، لا يتحمل مسؤول اي ابدا ويدخل او يسجل الهدف الثاني. هذه عادة هنا، شوف في داخل المرمى الدعية بعيدة وصعبة عليه، صعبة عليه، ينقلها ناحية اليمين، وجهد كبير من اللاعبين حقيقة، وشيء جيد جدا حقيقة، أقدره بشكل ملفت للمنتخب البحريني حقيقة اللي بيلعب بعشرة لاعبين، ورغم كذا استطاع الشوط الثاني أن يقدم أداء حلو. تسديدة صابر الحكم، الحكم المساعد الاول، تسديدة حلوة دخلت المرمى، عدت الخط، 3-1 3-1. سامي الجابر يفاجئ، يفاجئ كل الجماهير بهدف ثالث، بهدف ثالث، 3-1. مبروك لمنتخبنا. في خليج 15-2002 في الرياض، الإمارات وعمان، وفي بعض الأسامي على فكرة في عالم كرة القدم ما تسقط من الذاكرة، لما تقول لاعب ينقال لحيدر ألو علي توقف، توقف قدام الاسم، يعني بعض الأسامي قريبة شوية. وكان حيدر ألو علي لاعب منتخب الإمارات لاعبا مميزا ولاعب أيضا ذي خلق كبير. كان لحيدر ألو علي كلاما آخر في مرمى سلطنة عمان، دعونا نشاهد. يمرر أمام يا ناصر، تنقطع كرته من بشير سعيد، بشير يلعبها في الوسط إلى عبد السلام، عبد السلام على يمينه وعلى طول لجليل عبد الرحمن من الجهة اليمنى، جليل حاول يتقدم وإلى عبد السلام جمعة، عبد السلام في اليسار إلى بشير سعيد، يمرر كرة أمامية وخطرة لمنتخب الإمارات، يحاول يعدي، يمررها، جول في المرمى، في المرمى يسجل حيدر ألو علي الهدف الأول لمنتخب الإمارات من كرة ملعوبة بشكل جيد، كرة ملعوبة بشكل جيد، هذا عبد الرحيم، كرة ملعوبة وتمريرة جميلة، يعني تناقلات جيدة، وهذه جماهير الإماراتية اللي سعيدة بالهدف اللي سجل في الدقيقة 12 من شوط المباراة. طبعا ظاهر النتيجة وتأثيرها على رشيد جابر مدرب هذه الكرة، شوفوا التمريرة الجيدة والمتابعة أيضا الجيدة اللي وضعها في المرمى، هدف أول، هدف أول لصالح منتخب الإمارات، هدف أول لمنتخب الإمارات، يسجله عبد الرحيم جمعة، هذا عبد الرحيم جمعة، عبد الرحيم جمعة لاعب الوسط هو اللي سجل الهدف، شوف عبد الرحيم اللي انتقل من الجهة. أحبتنا في كل مكان، وصلنا معاكم إلى نهاية حلقتنا اليوم الكرة أهداف، إن شاء الله استمتعتوا في مجموعة من هذه الأهداف، بإذن الله تعالى هناك أهداف أيضا جديدة قادمة إن شاء الله يوم قد، إن شاء الله نلقاكم على خير، فالكم طيب إن شاء الله اليوم ودوم، مع السلامة.